صحيح. طيب البعض يعني من المدراء يلجأ إلى أسلوب التحفيز، ولكن على المقابل أو في المقابل لا يجد تلك الاستجابة من قبل يعني بعض العاملين والموظفين في هذه المؤسسات. والهدف من هذا التحفيز مثل ما أنت تفضلتي رفع كفاءة وإنتاجية العاملين في هذه المؤسسات، فكيف يمكن للمدير أو القائد لهذه المؤسسة أن يعني يسخر هؤلاء الموظفين بحيث أن يستفيدون من هذه المميزات والحوافز المقدمة لهم ويتجاوبون معها؟ بص، هي كلمة واحدة فعلا بينتج منها كلام كتير قوي، ان هم نعملهم كبشر، نعملهم ان ليهم ده روح وليهم امكانيات معينة وليهم المفروض تشجيع وليهم كلمة طيبة وليهم قدرات معينة ما قدرش يشتغلوا اكتر من اللازم. ما نفتكرش ان احنا لما نحاول ان احنا نديهم حوافز بحيث انه يعملوا اكتر ان ده هيكون لصالحنا احنا كانتاج في المؤسسة، لا بالعكس، ممكن كثرة الضغوط عليه في العمل حتى لو كانت في حوافز بيبقى في تأثير على الفرد، انه هتلاقي مثلا غير منتج، ممكن غير محب للعمل بعد ذلك. اذا احنا بنحاول نحفز الموظف بالزياده، نحاول مثلا نحفزه على فكره بالحذف شويه. صحيح. ازاي؟ قله ممكن ساعات العمل، ان احنا نديله وقت من الاجازات، ممكن ده يكون حافز قوي بالنسبه للموظفين. صحيح. فنحن نتعامل معاهم على اساس ان هم مش اله المفروض ان هم مسخرين لينا احنا بس. صحيح. لا، نتعامل معاهم يعني قدوه للرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع الافراد، وازاي كان بيتعامل مع الصحابه. يعني المفروض ندي لكل شيء فعلا حقه، لكل ذي حق حقه، فنعرف كويس قوي ان احنا بنتعامل مع افضل شيء عند الله سبحانه وتعالى هو العنصر البشري. صحيح. وقد ايه طبعا المؤسسه بتبذل جهد كبير، جهد مالي وجهد في المقابلات وجهد رهيب عشان تعمل عمليه استقطاب للموظفين. صحيح. فمن باب اولى طبعا انها تحافظ على الافراد وتحس ان هي تعرف كويس قوي ايه اللي يساعدهم وايه اللي يحاول يكون ونبعد عن الأشياء اللي ممكن تكون ضراء ليهم أو أشياء تكون. صحيح. يعني التركيز على مفهوم الإنسانية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى في التعامل مع الموظفين وكذلك يعني العاملين لهذه المؤسسات. طيب من خلال معايشتك لهذه التجارب الخاصة بالمحفزات والتحفيز في الوطن العربي ككل، هل تلاحظين بأن يعني الاهتمام من قبل الرؤساء يعني رؤساء الدوائر والمؤسسات والهيئات والوزارات كذلك والقطاع الخاص مهتمين بتنمية هذا الجانب في الآونة الأخيرة تحديدا؟ هنا لاحظت صراحة كتير قوي فعلا في مجالات كتير قوي أنا تعاملت معها، لقيت فعلا في تحفيز قوي مادي ومعنوي بالنسبة للموظف بخلاف اللي فات قبل كده. وخصوصا كمان في أشياء كتيرة، كل ما ياخد تدريب ده هايل قوي، كل ما بياخد عملية تدريب أكثر وثقافته تعلى أكثر بيدوله حافز أكثر سواء مادي أو معنوي. صحيح. يعني أنا بدي كورس دلوقتي لوزارة من الوزارات، فكان جميل جدا قوي، قالوا لهم خلاص إحنا هنختار أفراد مميزين، الأفراد المميزين دول هنبتدي نديهم جوائز وحوافز. جميل. فبالتالي ده كله بيجي في ميعاده وكله. صحيح. بيحاول يبقى افضل. صحيح. بالنسبه للحافز مهم جدا 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 للموظفين. صحيح. بس يعني كذلك البعض يلاحظ بان هذا الجانب مفعل بشكل كبير لدى مؤسسات القطاع الخاص الشركات وغيرها مقارنه في القطاع الحكومي، فهل هذا الامر صحيح يعني؟ والله مش بالظبط، لا، بعض الوزارات فيها كثير من الموضوع الحوافز الماديه والمعنويه، وبعض الشركات الخاصه فيها كذلك. لا يعني انا ده وده الاثنين مع بعض، انا وجدت الاثنين يعني زي بعض، ما فيش اي اختلاف بين الاثنين. طيب رجوعا للقيادات، القيادات هي تعتبر يعني العامل الأول المساهم في تنمية هذه العملية لدى هو أساس أي حاجة، بالضبط. أساس المؤسسة، أساس بالضبط. أي حاجة، هو اللي بينتج، هو اللي بيدخل الربح. فده لازم يكون فيه اهتمام من جانب المدراء للموظفين. صحيح. فلو هو مش اهتموا بيهم الموظف هيعمل إيه؟ هيبقى فيه زيادة في الدوران الوظيفي، هيتغيب عن عمله، يعني هيكره العمل، هيقل الإنتاج. فبالتالي كل الاهتمام ده، لو أنا صبيت اهتمامي على الموظف من كل شيء أفضل ليه، بالتالي هيدي لي كل شيء أنا عايزه. بكل تأكيد. طيب هل هذه الثقافة، ثقافة التحفيز، مغيبة عن الرؤساء والقيادات لهذه المؤسسات تحديدا؟ لا والله مش كلها طبعا، في بعض الرؤساء عندهم القيادة الصح فعلا وبيهتموا جدا بتحفيز الموظفين، لا وكمان ان هم بيسألوهم بيشاركوهم مع بعض، انتوا ايه رأيكم الحوافز المادية ولا المعنوية؟ تفضلوا ايه اكتر؟ بيبقى في نوع من المشاركة بين الموظفين وبين الرؤساء، فبالتالي يفتح المجال ويكون الباب مفتوح بينهم وبين بعض في الحوار، فبتلاقي الحافز اللي يرضي الموظف، فبالتالي تلاقي زيادة انتاج، ويعني بتلاقي في نوع من الألفة في العمل وحب المؤسسة حتى لو وصلت ان يكون الأجر قليل. صحيح.
طيب اتكلمت كذلك يعني ومن خلال سياق حديثك وانت تتحدثين عن موضوع الحوافز، تكلمت عن الحوافز الماديه والمعنويه، فهل بالامكان ان نستعين ب يعني احداهما وان نترك الاخرى، ام يجب الاستعانه بالاثنتين في وقت واحد؟ لا لا طبعا ممكن مزيج من الاثنين، الاستعانه مع بعض، ممكن المادي وممكن المعنوي، ده ليه وقت وده ليه وقت. صحيح. ممكن احنا لو بذل مجهود قوي جدا الموظف خلص شيء معين قبل الميعاد المحدد ليه، فبالتالي ممكن يديله حافز مادي، لكن المعنوي ممكن ايه في عمل انتاج كل وقت بينتج افضل فيبقى محتاج المعنوي. المعنوي ده المفروض يكون موجود على طول ويكون متواجد على طول، الكلمه الطيبه، الثناء على عمله الموظف، ان احنا نشكره على العمل اللي قام بيه، فده مهم جدا. صدقني حضرتك لو كل مدير اتبع سياسه الكلمه الطيبه واتبع الاسلوب والحوار في حدود طبعا بين الرئيس والمرؤوس، هتلاقي فعلا ما فيش حد فعلا بيسيب المؤسسة صحيح. بتاعته أو شركته. صحيح. أستاذة نوال، أخيرا النصيحة توجهينها لأصحاب العمل من المدراء والقيادات، يعني تحثينهم من خلالها على تحفيز موظفينهم لرفع طاقة العمل وإنتاجية العمل بشكل أكبر. أنا بنصحهم اهتمام بالمكافآت والترقيات، إن سلوكك قدوة انت. صحيح. كمدير. صحيح. ما ينفعش ان احنا نقول حاجة وانت سلوكك مختلف عن الشيء اللي انت بتقوله. صحيح. ادي تفويض وصلاحيات، مهم جدا ندي تفويض وصلاحيات للموظف، بنديله قدرة ان هو يحس ان هو مسؤول ويحس ان هو فعلا ليه استقرار وليه امن في الوظيفة. شجع، ادخل نوع التحدي والتنافس في العمل، كل ما تدي تحدي وتنافس في العمل كل ما يزيد الحب العمل اكتر. صحيح. يدي له فرصه ان هو يبدي قرارات او يبدي حل المشكله معينه. يعني واحنا نحاول نهتم بيه بكلمه طيبه بالاسلوب الطيب، وصدقني هتلاقي الموظف. صحيح. فعلا لصالحك في كل شيء مش ضدك بكل تاكيد، وهذه كذلك رساله مننا نحن نوجهها لجميع القيادات في المؤسسات والدوائر الحكوميه والخاصه لتحفيز موظفينهم، وهلا هلا في موظفينكم. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة نوال الكتاتني، خبيرة في شؤون التدريب والتطوير الذاتي، على هذه المعلومات القيمة بكل تأكيد للسادة المشاهدين ولنا نحن في المقام الأول. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا. إذن مشاهدين الكرام، إلى هنا نختتم فقراتنا الخاصة ببرنامجكم اليومي والمتجدد أماسي، نحن وصلنا معاكم إلى ختام هذه الفقرات وختام البرنامج بكل تأكيد، نتمنى لكم في النهاية قضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومفيدة، إلى أن نلتقي لقيكم يوم الأحد القادم، ومع زميلتي سهام شريف لكم منا أجمل تحية وتصبحون على خير.